بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين. يقول الله تعالى في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. هذا الدعاء المبارك مما ألهمه الله تعالى لعبده ونبيه أيوب عليه السلام بعد ما اشتد عليه الابتلاء وطال به أمد الضر الذي لحق به. وردت قصة ابتلاء نبي الله أيوب عليه السلام في سورتين من القرآن الكريم، في سورة الأنبياء، وده موضوع حلقتنا اليوم من جواهر الدعاء، دعاء سيدنا أيوب الوارد في سورة الأنبياء، وارد كمان في سورة صاد في قوله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. صدق الله العظيم. أخبرنا المولى سبحانه وتعالى عن عبده ونبيه أيوب عليه السلام وما حصل به من ابتلاء ومن ضر في جسده وماله وولده، حتى لم يبقى من جسد مكان سليم سوى قلب سيدنا أيوب عليه السلام، ولم يبقى له من حال الدنيا شيء حتى يقدر يستعين به على إنه على مرضه وما هو فيه من ابتلاء وامتحان، غير أن زوجته الكريمة عليها السلام حفظت وده لإيمانها بالله ورسوله، فكانت عليها السلام تعمل وتطعم زوجها أيوب وتخدمه سنين كثيرة، أكثر من 18 سنة. ولما طال على نبي الله أيوب الأمر واشتد به الحال وانتهى القدر المقدور وأذن الله تعالى برفع البلاء، تضرع أيوب إلى ربه قائلا كما في الآية الكريمة: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والضر بالضم، يعني عندنا طبعا الضرر والشدة والأذى اللي في النفس من مرض وهزال، والضرر بالفتح في اللغة هي الأذى في كل شيء أو إنه بشكل عام في كل حاجة، لكن الضر خاص بنفس الإنسان وجسده. فالضر خاص بما في النفس من مرض وهزال، والضرر بالفتح شائع أو مستعمل في كل ضرر وأذى يلحق بالإنسان في كل شيء. ولما نيجي نتدبر دعاء سيدنا أيوب عليه السلام، لا يخفى للمتأمل في هذا الدعاء ما في تضرع سيدنا أيوب عليه السلام من حسن الأدب في السؤال والطلب مع الله تعالى. سيدنا أيوب في دعائه وتضرعه لمولاه لم ينسب إليه جل وعلا فعل الضر في الذكر في دعائه، ما قالوش يا رب أنت ضرتني وامتحنتني وابتلتني في كذا وكذا فارفع اللي أنت، لا، مسني الضر، فلم يلحق هذا المس بالله جل وعلا، مع أن الله تعالى هو الذي خلق وأوجد. وبعدين في دعاء سيدنا أيوب ذكر نفسه في حالة التضرع دي بما يوجب الرحمة، مسني الضر، منتهى البلاغة والدقة في التضرع، كلام قليل بمعان كثيرة. هو قال له أنا يعني مسني الضر، وبعدين ذكر ربه سبحانه وتعالى بإيه؟ بغاية الرحمة، وأنت أرحم الراحمين.
ولم يصرح سيدنا أيوب بالمطلوب، هو عايز إيه؟ ده أنا تعبان وعيان في كذا، والجزء ده من جسمي واجعني، وأنا مش عارف أمشي، وأنا مش عارف أتحرك، وأنا مش عارف. ما قالش حاجة، لم يصرح بالمطلوب أبدا، ولم يعين الضر الذي مسه لإيمانه بأن ربه عليم به سبحانه وتعالى. وده برضو من حسن الأدب في الطلب والدعاء. ومع حالة التضرع العالية وقمة أنه متحقق في مقام العبودية والذل والافتقار إلى الله تعالى، وأنه لا إله إلا هو، لأنه متوجه لله سبحانه وتعالى وحده، مسني الضر، وبعدين وأنت أرحم الراحمين، في تلك اللحظة التي توجه فيها أيوب لخالقه بقلب ضارع خاشع متوجه إليه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وبهذا الأدب العالي في الدعاء والطلب، كانت الاستجابة وكانت الرحمة الإلهية بنبي الله أيوب، كانت الاستجابة وكانت الرحمة بنبي الله أيوب، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. حتى الفاء في كشفنا، فكشفنا ما به من ضر، الفاء هنا بتفيد التعقيب السريع، إن الإجابة جت سريعة، حيث أمره الله تعالى أن يقوم من مقامه وأنه يضرب الأرض برجله، ففعل عليه السلام، وأنبع الله تعالى له عينا وأمره أن يشرب وأن يغتسل منها، فبرئ نبي الله أيوب وذهب جميع ما كان في بدنه من الأذى والضر، وتكاملت لنبي الله أيوب العافية ظاهرا وباطنا. ولهذا قال تعالى: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. العابدون معرضون للابتلاءات والامتحانات في رحلتهم في الحياة الدنيا، ومش أي امتحانات ومش أي ابتلاءات كمان، لأن دي تكاليف العبادة وتكاليف العقيدة وتكاليف الإيمان. ربنا سيجري سبحانه وتعالى امتحاناته على العباد، وهم في الحال ده ربنا بيقص علينا في القرآن الكريم من القصص الذي نعتبر ونتعظ ونتأسى بأصحابه. لو أنت في أي امتحان وأنت في أي ابتلاء ذكرت بلاء نبي الله أيوب وصبره عليه والمحنة الشديدة اللي ظل فيها سنين سنوات كتيرة جدا، فساعتها الإنسان عليه أنه يوطن نفسه على الصبر على شدائد الدنيا، على نحو ما فعل سيدنا أيوب، وعلى نحو ما فعل خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فيكون ده بذكر قصة نبي الله أيوب وصبر نبي الله أيوب يكون تنبيه ليهم على إدامة العبادة مهما اشتدت بك الشدائد، أنت عبد لله ولابد من الاحتمال، فالناس تحمل نفسها على الصبر والتضرع إلى الله تعالى بالسؤال والطلب. نعم سلاح المؤمن الصبر والدعاء كما أخبر سيدنا صلى الله عليه وسلم، وقد سار بصبره سيدنا أيوب عليه السلام وتضرعه وجميل سؤاله لربه مضرب المثل في الصبر على البلاء، والصبر على المرض، والصبر على مفاتن الدنيا، والصبر على ذهاب المال، والصبر على فقد الولد، وكل ده من أنواع الصبر ونحوها مما يبتلي الله به عباده. وأشد الناس امتحان أنبياء الله، وسأل سيدنا سعد بن أبي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وكل الامتحانات وكل الابتلاءات اللي بيكون فيها عباد الله المؤمنين
وكل الامتحانات اللي بيجريها المولى سبحانه وتعالى خير للإنسان متى صبر وتضرع لخالقه العظيم. الله يحبنا أن ندعوه، من لم يسأل الله يغضب. الله يحبنا أن نتضرع إليه ونرجوه. الله يحبنا أن نكون على صبر جميل بما يجري علينا من تصاريف القدر، وفي كل خير وبركة للصابر المتضرع لمولاه. روى الإمام أحمد في مسنده بسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر الاثنين مع بعض، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما نستفيد من دعاء نبي الله أيوب: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إن لا ملجأ إلا إلى الله. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا ملجأ إلا إلى الله. العبد عليه دائما وأبدا في السراء والضراء وفي العسر وفي اليسر إنه يلجأ إلى الله العظيم الخالق الكريم الرحمن الرحيم، وإنه يملأ قلبه يلجأ إلى الله، وأن يملأ قلبه إيمانا واعتقادا بأنه لا مجيب له إلا الله سبحانه وتعالى، وإنه لا كاشف لما نزل به من البلاء إلا رب الأرباب وخالق الأسباب. ساعتها تدخل الراحة قلبك والطمأنينة تملى فؤادك. لابد نتضرع إلى الله بقلب صادق. فالإنسان مهما الإنسان المؤمن مهما تعصف به الرياح في الحياة الدنيا، ومهما تموج به الأمواج وتتلطم به وهو يسير في بحر الحياة الدنيا، هو ثابت مطمئن القلب متمسك بأنه لا إله إلا الله، متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. بياخد بالسبب ولكن مش مؤمن السبب ده هو اللي هيقدم أو يأخر في أي موضوع، هو بياخد بالسبب بتعبده، لكن خالق الأسباب هو اللي بيده كل شيء، فهو بيسعى للأخذ بالأسباب تعبدا، ولكن قلبه مع خالق الأسباب وموجدها. ساعتها المؤمن تدخل الراحة والطمأنينة إلى قلبه، فيحيا هادئا راضيا مطمئنا مهما كانت تلم به ومهما كانت حوله الشدائد. ولذلك من لطائف هذا الدعاء: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. من لطائفه ما ورد عن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: لأربع كيف يغفلون عن أربع. هو ذكر أربع حاجات، إحنا نذكر منهم حاجة واحدة. ذكر من الأربعة دول: عجبت لمن ابتلي بضر كيف يغفل عن قوله أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والله تعالى يقول بعدها: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. صدق الله العظيم.